لو الحكايه فيها ان فيتو تعرف بحضرتك محمد جميل قوي ترك محمد هي البوجيهات الشتاء بتضرب او بتقطع لا بتاخد رطوبه بنيجي ندور الشغل بجد بتبقى واخده رطوبه بتركن بتبوظ تمام طب بسبب المياه وفي حاجه ثانيه سبب ثاني بيخليها لا هي الشتاء مع طعم الكهرباء بيخليها ترطب الشتاء مع ايه؟ الشتاء بتخلي البوجيه يرطب بياخد رطوبه طب ايه الحل طيب عشان البوجيهات ما ترطبش او كده؟ يعني لو واحد ماشي بالعربيه بتاعته او لو العربيه بتاعته فيها لا طول ما العربيه دايره مش هتحصل فيها مشكله هي بس لا. العربيه الصبح لو هو قبل ما يدور يعني وكده رطوبه يعمل ايه عشان يتحس كده كده؟ بتركب بوجيهات نظيف يعني بوجيهات الماني تبقى حلوه تركب تظبط هي كل العربيات كده ولا العربيات اللي هي القديمه بس؟ لا مش كل العربيات البوجيهات في بوجيهات مضروبه تمام لما بيضربوا بوجيهات ينزلوا عليها ان هي الماني وكده ما تبقاش مظبوطه تمام امال الان البوجيهات الافضل يعني في بوجيهات بتنزل في الشركه بتبقى مكتوب عليها بي ام اصلي دي بوجيهات نظيفه دي حتى الميه لو جت لها برضه لا ما حتى البوجيه طالما جه الميه ما بيشتغلش لان البوجيه ده شغال على كهرباء بيجي له ميه بيفصل البوجيه بيفصل